بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المتابعين، نعود معكم من جديد، معكم أخوكم الصياد الحداد حميد دشتي أبو إسماعيل. اليوم التاريخ 18/11/2022، اليوم يوم الجمعة، كلكم جمعة مباركة إن شاء الله الجميع. طبعا خرجت أنا جولة استكشافية حتى أختار موقع للصيد الحداد، ضروري جدا للصيادين والحداقة قبل لا يعني تخرج للصيد على الشاطئ أو على اليال، فتستكشف المكان الهوت سبوت، شوف المكان ماذا يوجد من تضاريس جدا مهم. طبعا شوفوا هذا المكان تضاريس شون، في حد، في نخشرة، في صخر، يعني مكان جيد جيد جدا للصيد، هوت سبوت جيد للصيد. فهذا المكان طبعا يكون مكان علف الأسماك، يعني الأسماك تصطاد فريستها في هذا المكان. طبعا تبحث عن القواقع، تبحث عن الشرايب، عن الديدان، على القشريات في هذه الأماكن، وأيضا على الأسماك الصغيرة، فراخ الأسماك. شوفوا المكان أعزائي، مكان جدا هوت سبوت، جدا جدا مناسب للحداد للصيد. يعني هذا المكان تواجد فيه طبعا الشعم، السبيطي، المزيزي، باقي الأسماك. شوفوا الهوت سبوت، تضاريس الموقع الهوت سبوت جدا جدا مهم، اللي هو قراءة الشاطئ. قراءة الشاطئ جدا مهم قبل الصيد. الحين أنا يعني خرجت والبحر طبعا ثبر، يعني طايح الماية بقرحة احنا نقول، وشوفوا الهوت سبوت روعة. هذا المكان أكيد راح تصيد فيه، صيدك يكون ناجح في هذا المكان. شوفوا الحج، نقشرة، شفة، مكان جدا جدا ضروري وجميل للصيد. هذا المكان إن شاء الله راح نجيل له بعد ما تسجل ماية، بعد ما يكون البحر مد إن شاء الله راح نجربه وراح نصيد فيه إن شاء الله، وراح نوافيكم إن شاء الله بالوقت. طبعا الموقع إن شاء الله اللي بيشاركني بالحداق، طبعا أنا مو نحيس أحب الصحبة بالحداق، أحب الرفقة بالحداق، يعني بالعكس المكان يكون مبارك إذا يكونون متواجدين مجموعة من الحداق أو الصيادين. طبعا أنا هذا مكاني إن شاء الله، بس أنطر الماية تسجي المد وإن شاء الله راح نجرب المكان حق الصيد. طبعا المكان مثل ما أنتم شايفين الأبراج، خليج العربي، خلف مطعم ميس الغانم. فحياكم الله حق الحداقة واللي بيشاركنا مع الحداق بالحداق، وأنا ترى متواجد في هذا المكان إن شاء الله. أخوكم صياد الحداق حميد دشتي إسماعيل، مع السلامة.